تعالوا نتابع دلوقتي أبرز وأهم الأخبار المقرر حدوثها اليوم. أخبار كتير هتحصل النهاردة، أبرزها إنها تطلق وزارة الأوقاف المصرية والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية مجلس الحديث الأول لقراءة كتاب صحيح الإمام البخاري رحمة الله عليه بالإسناد من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه عقب صلاة العصر، وبيأتي ذلك في إطار الدور الريادي اللي بتقوم به وزارة الأوقاف المصرية في خدمة السنة النبوية المشرفة وعقد المجالس الحديثية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. النهاردة هيعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية مؤتمر صحفي بشأن اختتام الدورة 71 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. بيناقش المؤتمر الصحفي وضع الطوارئ الصحية في إقليم شرق المتوسط والوضع في المستشفيات في كل من غزة ولبنان وتفشي الأمراض زي الكوليرا والحصبة والتهاب الكبد ألف وحملات التطعيم ضد شلل الأطفال في غزة، كما بيتم مناقشة وضع فيروس جدر القرود والأمراض المتفشية في القارة الإفريقية. النهارده هيعقد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجيه والهجره وشؤون المصريين بالخارج جلسه مباحثات مع وزير خارجيه ايران عباس عراقجي بمقر وزاره الخارجيه بقصر التحرير. بيتناول اللقاء وجلسه المباحثات الموسعه اللي بتعقبه التطورات المتسارعه في منطقه الشرق الاوسط وفي مقدمتها التطورات اللي بيشهدها لبنان وقطاع غزه والاهميه البالغه لوقف التصعيد في المنطقه في ضوء ما يجري في كل من لبنان والاراضي الفلسطينيه المحتله.